مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا مطعم ولون. النهارده انا عايزه اعمل لكم سلطه جديده ومختلفه، وهنستعمل فيها الخوخ اللذيذ بتاعنا في الصيف. هعمل لكم سلطه الخوخ اللي بالطماطم والجبنه الموتزاريلا. تعالوا نشوف مقاديرنا وهوريكم هنعملها ازاي. اول حاجه عندي ربع كيلو جبنه موتزاريلا كور، او ممكن انا جبت واحده كبيره هقطعها. عندي معلقه كبيره زيت زيتون، كوبايه طماطم تشيري متقطعه عن صوص، 2 خوخ متقطع شرايح رفيعه، 2 معلقه كبيره ريحان طازه، نص ثمره خيار مفروم ناعم، واحده عود كرات شرايح رفيعه، ملح وفلفل اسود. عندي للعيش المحمص اللي هنحطه مع السلطه نص رغيف خبز باجيت مكعبات، معلقتين كبار زيت زيتون وملح وفلفل اسود. انا اوريدي كنت حمصت العيش في الفرن وقطعته صغير وحطيت عليه شويه زيت زيتون وملح وفلفل وحمصته في الفرن. وعندي للدريسنج بتاع السلطه معلقتين كبار زيت زيتون، ربع كوب خل عنب احمر، معلقه كبيره مستردة ديجون، عصير طماطم، فص ثوم مفروم وملح وفلفل اسود. زي ما قلت لكم سلطه جديده وفيها خوخ، فيها فاكهه. السلطات اللي فيها فاكهه من السلطات اللي انا شخصيا بحبها جدا جدا. العيش احنا اوريدي خلاص حمصناه، هننزل العيش اول حاجه، وهنبتدي بقى ننزل بقيه كل المقادير. طماطم الشاري، الخيار المفروم والكرات، الريحان الفريش من احلى الحاجات في الصيف، ومن احلى الحاجات مع الخوخ كمان. الريحان خطير مع الخوخ. حط عليهم معلقه زيت الزيتون دي كده عشان ايه، اعرف اقلبهم كويس مع بعض. هدي السلطه تقليبة، السلطه الوانها حلوه وريحتها اوريدي طلعت، ريحان مع الخوخ مع الطماطم والعيش المحمص. تعالوا نعمل دريسنج بقى بتاعها، واخر حاجه هنزلها على الوش هي الجبنه الموتزاريلا. هنزل زيت الزيتون، معلقه عصير طماطم، هتدي طعم حلو قوي مع العيش كمان بالزيت. السلطات الايطالي بيبقى فيها دايما صوص طماطم او عصير طماطم. معلقه ديجون ماسترد، ثوم مفروم، خل العنب، واخر حاجه انزلها نزلت زيت الزيتون، ملح وفلفل بس اللي فاضل، شويه ملح شويه فلفل. الدريسنج بتاعي كده جاهز، تعالوا ننزل شويه منه نقلبهم على الصوص على السلطه، والباقي نحطه على وش الجبنه الموتزاريلا على الوش. اقلب نص الكميه تقريبا، هجيب طبق التقديم بجد. سلطة ريحتها خطيرة وطعمها اكيد هيعجبكم قوي قوي قوي، الوانها كمان حلوة قوي. هنزل بقى على الوش الجبنه الموتزاريلا، اقطعها شويه كده حتت، كريمه الصوص الابيض القشطه اللي نازل منها ده اصلا هينزل مع الصوص، هيدي طعم حلو قوي للسلطه. وهننزل عليها شويه من الصوص كمان اللي احنا عملناه الدريسنج. يعني والشفا. عملت لكم سلطه صيفي او سلطه الفاكهه مع الخضار، طبعا نفسي تجربوها ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعمل طبق حلو قوي بعديها، خليكم معايا.
ورجعنا لكم من الفاصل، وتعالوا نعمل طبق جمبري لذيذ جدا هيعجبكم. الصوص بتاعه اساسا بيتعمل مع اللحمه، بس انا قررت النهارده اعمله لكم مع السمك تغيير. هعمل لكم جمبري مع صوص التشيميتشوري، وتعالوا نشوف مقاديرنا وهوريكم هنعمله ازاي. اول حاجه عندي جمبري جامبو متقشر بالديل، عندي 3 معالق كبار زيت زيتون، عصير ليمونه، نص معلقه صغيره شطه ناعمه، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره بابريكا، فصين ثوم مهروس، وملح. ده بالنسبه للصوص او التتبيله اللي احنا هنعمل بيها الجمبري. بالنسبه لصوص التشيميتشوري ده من الحاجات اللذيذه جدا، لان معظم التوابل اللي فيه هي اصلا توابل تعتبر بتاعتنا او البهارات اللي فيه مصريه. الصوص ده عباره عن بقدونس مفروم، كزبره خضراء مفرومه، زيت زيتون، اوريجانو، كمون، فلفل اسود مهروس، ثوم مهروس، كرات، واحده كرات، وفلفل حراق، وكمان عندي خل عنب. الصوص تعالوا نعمله الاول، او تعالوا الاول نحط الجمبري على النار ونعمل بقى الصوص في اثناء ما الجمبري على النار. هنزل زيت الزيتون، يسخن بس زيت الزيتون، هنزل الجمبري فيه على طول. لكن قبل ما ننزله على النار هحط له شويه ملح وفلفل. اول ما احس ان الزيت بتاعي سخن هنزل الجمبري. لسه شويه، هنزل الجمبري دلوقتي. الجمبري من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص على النار، واول ما بتلون معناها ابتدت تخش في السوا. انا وهو على النار كده هبتدي انزل عليه بقية التوابل بتاعته كلها اللي احنا كاتبينها، البهارات كلها بتاعته. ثوم مفروم، واول ما يبتدي يخش في استوى هنزل اخر حاجه عليه ليمون، علشان تطلع بقى كل طعم البهارات اللي نزلت على الطاسه، وتعمل له قوام صوص كده لذيذ. والنار دقيقتين ثلاثه كمان. التتبيله دي بجد خطيره، ده طلعت على طول ابتدى يخش في السوا اوريدي. طيب على ما الجمبري يستوي تعالوا ننزل كل مقادير التشيميتشوري بتاعتنا. هنزل الكزبره، البقدونس، كرات او البصل الاخضر لو ما لقيتوش، ثوم قطع صغير، الاوريجانو، فلفل اسود مجروش، كمون، ملح وفلفل طبعا، خل، وزيت الزيتون، كله على بعضه، فلفل حراق. اقلب بقى كل الحاجات دي على بعض كويس. زي ما قلت لكم الصوص ده ينفع جنب اي حاجه، لحمه مشاوي، جمبري، سمك سمن، سمك قروس مشوي، سلطه طعمها خطير وبتنفع جنب اي حاجه. زود له شويه زيت زيتون كمان. عايز يتقلب اخر تقليبه. التشيميتشوري كمان جاهز. تعالوا بقى نجيب طبق تقديم. هننزل اخر حاجه الليمون على الجمبري. الجمبري جاهز، تعالوا بقى نطلعه.
ننزل بطبق التقديم. بس كده مكان الشيميتشوري حلونا. جمبري ما خدش بجد غير يعني 5 دقايق على النار كان استوى. وفي النص هنزل صوص الشيميتشوري. بالهنا والشفا. عملت لكم الجمبري بصوص الشيميتشوري، وعملت لكم كمان السلطه الصيفي بالجبنه الموزاريلا والعيش المتحمص. طبعا عايزاكم تجربوهم الاثنين وتقولوا رايكم فيهم ايه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من طعم ولون.